سنة أولى ابتدائي نبدأ الآن بحل نموذج من اختبار الفصل الثاني في التربية المدنية. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: ضع صاد أمام العبارة الصحيحة وخاء أمام العبارة الخاطئة. الطفل المؤدب يحترم الكبير. أحسنتم، صحيح. الطفل المؤدب يحترم الكبير. العطف من الأخلاق السيئة. خطأ، جيد. العطف من الأخلاق الحسنة وليس السيئة، مثل العطف على الحيوان مثلا. العطوف يحبه الله. أحسنتم، صحيح. العطوف يحبه الله. اللون الأحمر في العلم الوطني يرمز لدم الشهداء. صحيح. نراجع معا: الطفل المؤدب يحترم الكبير. صحيح. العطف من الأخلاق الحسن من عفوا العطف من الأخلاق السيئة، خطأ. العطف من الأخلاق الحسنة. العطوف يحبه الله. صحيح. اللون الأحمر في العلم الوطني يرمز لدم الشهداء. صحيح. التمرين الثاني: حوط أشكال العلم الوطني. لدينا أشكال، سوف نحوط الأشكال الموجودة في العلم الوطني. المستطيل، هل هو موجود في العلم الوطني؟ صحيح، أحسنتم. المستطيل موجود في العلم الوطني، إذن نحوط المستطيل. نحوط بالأزرق. المثلث، أحسنتم، غير موجود في العلم الوطني، إذن لا أحوطه. النجمة، جيد، موجودة في العلم الوطني، أحوط شكل النجمة. الدائرة، أحسنتم، غير موجودة، لا أحوطها. الهلال، جيد، موجود، إذن أحوط الهلال. المكعب، غير موجود، أحسنتم، إذن لا أحوطه. الأسطوانة، أحسنتم، غير موجودة، لا أحوطها. نراجع الأشكال الموجودة في العلم الوطني. لدينا المستطيل، النجمة، والهلال. إذن المثلث غير موجود، الدائرة غير موجودة، المكعب غير موجود، والأسطوانة غير موجودة. التمرين الثالث: أكمل رسم العلم الوطني. نكمل رسم العلم الوطني. لدينا العلم الوطني، شكله مستطيل، شكله مستطيل هكذا. تتوسطه نجمة وهلال. شكل العلم مستطيل، نقسم بين اثنين، وتتوسطه نجمة وهلال. نلون النجمة والهلال باللون، أحسنتم، باللون الأحمر. الهلال باللون الأحمر، والنجمة باللون الأحمر، ونلون جهة هذه الجهة باللون الأخضر. أحسنتم، باللون الأخضر. إذن رسمنا العلم الوطني، نجمة وهلال، تتوسطه نجمة وهلال، وجهة الهلال ملونة باللون الأخضر. وهكذا نكون قد انتهينا من حل اختبار التربية المدنية. لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل جرس الاشتراك، وإلى اختبار قادم، والسلام عليكم.